شاهدي اي اس اس اي بالعربي، اهلا وسهلا بيكم في اي اس اس اي انسر. الحلقه ديت لو انت مستصعب امتحان الاي اس اس اي، حبينا نعمل مجموعه من الحلقات نفهم ونوضح فيها الامتحان بيجي ازاي، ونترجم مع بعض ونفهم عشان نقدر نحل بنفسنا من غير ما نخلي اي حد تاني يحل لنا الامتحان، وفي نفس الوقت نكون فاهمين كل نقطه فيها. يلا مع بعض نخش على سؤال الحلقه. سؤال رقم 2، which of the following is true، ايه هو الصح regarding emergency exit plan، لما يحصل كده كارثه في الجيم ولا كهربائي ولا حاجة، اي اللي بيحصل لخطة هاء الطوارئ. هل يا ترى الاختيار بيكون visually identify location بالAD اللي هو جهاز الAD والاسعافات الاولية والقلب، هل ده يبقى هو ده اول حاجة في خطة الامرجنسي بلين، ولا it's located all closed جميع الخزن وجميع الحاجات المغلقة في الجيم تكون موجودة فين. number C it clear labels، الليبلز اللي هي اليوفط بتاعة المداخل والمخارج in و exit، وفين الاليفيتور الاسانسير يكون موجود. ها فكر معايا، ولا الإجابة رقم 4 It's clearly identify the location بتاع الأوفيس مانجر، أروح أعمل للمانجر إيه أنا في حالة الطوارئ ساعتها، فتكون الإجابة هنا أو الأقرب هي نمبر C بتاعت الليبل بتاع المداخل والمخارج بتاع الجيم. لو عجبك موضوع الحلقة بتنساش تعمل سبسكرايب وشير، واستنونا في حلقات تانية أجمل وأحلى على قناتكم ICSA بالعربي. كان معكم أحمد مجاهد ICSA Trainer.